كيكة بوم بوم البرتغالية، الكيكة اللي نزلت ترند في كل الجروبات، بوم بوم جيجانتي ديليتشي نينيو، أو كيكة الحلوى العملاقة أو الحلوى العملاقة، بدون فرن وبدون بيض وبتتعمل على البارد، وكيكة باردة طعمها رهيب، وكل الناس كانت عمالة تسأل على صورتها ويا ترى دي بتتعمل ازاي وشكلها رهيب وشكلها فعلا مغري جدا. الناس كلها كانت عاوزة تعرف الطريقة بتاعتها. هنعمل النهاردة كيكة بوم بوم، أنا سميتها كيكة بوم بوم لأن الاسم عجبني، مع ان بوم بوم دي يعني حلوى بس برتغالي. وهنقول كمان على كل البدائل اللي ممكن احنا نستبدل بيها المكونات، يعني نحاول احنا نسهلها، وهقول لكم ازاي تلعبوا فيها وازاي تغيروا فيها كمان. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الشوكولاته اللي هي كانت مغطيه الكيكه من بره او الحلوى من بره. انا مستخدمه كوبايه ونص من الشوكولاته، ترى ممكن اقل كمان من كوبايه وممكن اكتر على حسب انتوا عايزين طبقه الشوكولاته تبقى سميكه او رفيعه. اي نوع شوكولاته، يعني شوكولاته بالحليب، شوكولاته مطبخ، شوكولاته خام. سيحت الشوكولاته كده في حمام ميه زي ما انتوا شايفين كده على البخار، وهستخدم القالب السيليكون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش لازم القالب ده خالص، مش لازم يبقى عندكم، ممكن علبه من علب التلاجة، ممكن غطا من غطيان الترط، هما في الغالب بيعملوها في غطيان الترط اللي هي الشفافه دي، او اي علبه او قالب وبلاستيك، او ممكن يتقص بسهوله، ده ممكن تستخدموه ان انتوا تعملوا حلوى. ممكن كمان تعملوا كميه صغننه خالص، يعني لقد شخص واحد، يعني قالب صغير سيليكون كده او علبه صغننه وتعملوا فيها الحلوى دي. القلب اللي انا مستخدماه ده 15 سنتي، غلفته كده بالشوكولاته السايحه بطبقه الاول. احنا بنغلف طبقتين، يعني بنحط طبقه وندهنها كده بالفرشه ونوزعها كويس جدا، وبعد كده بندخلها الثلاجه تجمد تمسك نفسها، ونرجع نغلفها بطبقه تانية من الشوكولاته علشان نضمن ان ما يكونش في اي ثقوب او اي فتحات تخرج الكريمه بره. فخطوه ان احنا ندهنها على مرتين دي مهمه، بس زي ما قلت تدهنوا طبقه سميكه طبقه رفيعه، دي حاجه ترجع لكم. انا مستخدمه تقريبا 200 جرام من الشوكولاته في تغليف القالب في المرحله دي. دلوقتي بقى هنجهز الكريمه اللي انتوا شفتوها، طبعا اللي هي الكيكه او الحلوى نفسها، هي بيستخدموا فيها الحليب المحلى المكثف، وده من اساسيات الوصفه. انا عملت معاكم قبل كده الحليب المحلى المكثف بطريقتين، طريقه بالحليب البودره في الخلاط بسرعه جدا كده، ممكن تعملوا الطريقه دي، وطريقه تانية اللي هي الطريقه الاصليه اللي هي باللبن وبالسكر، يعني بالحليب يعني والسكر. زي ما انتم شايفين هو مكتوب اصلا على العبوه ان هي معموله ب just milk and sugar، لانه هي دي الطريقه الاصليه للحليب المحلى المكثف على فكره، بيتعمل باللبن وبالسكر وبيتحط على نار هاديه لحد لما يتقل ويتحول لحليب محلى مكثف. هحط لكم لينك الفيديو اللي انا عملت فيه الطريقتين دولت تحت الفيديو ده. ولو انتم ملاحظين انا مش مستخدمه العلب، انا مستخدمه حليب محلى مكثف انا عاملاه في البيت. لو هتستخدموا العلب الجاهزه يبقى هتحتاجوا علبتين، وزن كل واحده تقريبا 390 جرام. لو هتستخدموا حليب محلى مكثف منزلي يبقى هتحتاجوا كوبايتين ونص معياريتين من الحليب المحلى المكثف. هنحتاج كمان كوبايتين من اللبن البودره او الحليب البودره، كوبايات معياريه كلها، وانا كاتبه المقادير بالجرامات تحت الفيديو. كوبايه من الزبادي، في وصفات مستخدمين فيها جبنه كريمي ومستخدمين كريمه، بس فعلا كانت تقيله جدا بالجبنه الكريمي وبالكريمه، الزبادي كان مخلي طعمها حلو جدا وخلاها خفيفه جدا. هنقلب كل الحاجات دي بقى على البارد كده لحد لما يختلطوا مع بعض كويس، واللبن البودره يدوب كده مع المكونات السائله دي كلها، وبعد كده هنولع النار وعلى نار متوسطه ونستمر في التقليب. اهم حاجه ما توقفوش تقليب، يعني علشان لو وقفتوا تقليب هتلاقوه عمل وش من تحت وانتوا بتقلبوا يروح عامل بقى نقط صودا ويتحرق منكم من تحت، فلازم تفضلوا تقلبوا، هتلاقوه بدا يقصر كده ويبتدي يبكبك او يغلي على خفيف خالص ويتقل معاكم ولونه يغمق شويه زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة دي يعني مش هتاخد اكتر من 10 دقايق لحد لما السوائل اللي فيه تتبخر تقريبا. once ان انتوا توصلوا للقوام ده اللي انتوا شايفينه ده، يبقى هو كده خلاص حطيته في طبق خارجي وغطيته بورق شفاف بس علشان ما يعملش وش، وبعد كده هدخله التلاجة او اسيبه يبرد تماما علشان لما احطه في القالب ما يسيحش الشوكولاتة بتاعتي، فلازم يكون بارد تماما. الكريمة دي اول ما بتبرد بيبقى قوامها تقيل ومتماسك جدا زي ما انتوا شايفين كده. و
وانتوا بتحطوا بقى الكريمه حاولوا ان انتوا تضغطوا بحيث ان انتوا تملوا كل الفراغات، يعني ما تيجوش في الاخر تقطعوا تلاقوا حته كده فاضيه ولا حاجه، فاضغطوا عليها اتاكدوا ان هي مالت القالب تمام. وزي ما قلت مش لازم نفس القالب ده، ممكن اي قالب تاني، مش لازم قالب مفتوح من النص، ممكن علبة التلاجة، ممكن قوالب كب كيك او اي حاجة عندكم يعني سهل ان انتوا تقصوها او ان انتوا تفتحوها وتطلعوا منها شوكولاتة. هحطه بقى على جنب وهسيح برضو كوباية تقريبا من الشوكولاتة علشان اكمل الجزء بتاع القالب اللي فوق اللي احنا عايزين نقفله بالشوكولاتة. انا زودت الشوكولاتة شوية علشان الكريمة ما مالتش القالب تماما، فاضطريت ان انا زود شوية شوكولاتة علشان املى القالب كويس واقفله كويس من فوق. على فكرة ممكن نلعب في الوصفة دي كتير جدا، يعني ممكن نحط في النص اي فواكه، في نص الكريمة نحط فراولة، نحط موز، نحط الفواكه المحببة لينا، ممكن نحط بسكوت، ممكن نحط الطبقة الأخيرة دي مثلا بسكوت، ممكن أخد نص الكريمة ونحط عليها كاكاو مثلا ونبقى عملنا نص كريمة بيضة ونص شوكولاتة، يعني ممكن تلعبوا فيها كتير جدا. بحركها كده وبخبطها لتحت علشان الشوكولاتة تتفرد، علشان لما اجي اقلبها ما تبقاش فيها حتة عالية وحتة واطية، يعني تبقى كلها نفس الليفل، ما تبقاش عاملة زي ما يكون في رجل عالية ورجل قصيرة كده. ودخلتها التلاجة تقريبا نص ساعة وكانت شوكولاتة جامدة، شوكولاتة طبعا بتجمد بسرعة جدا، وطبعا القالب السيليكون بيسهل عليا طبعا ان انا اسلكها بسهولة. ودلوقتي بقى هنقطعها جنبي كوباية كده، وحطيت فيها مية سخنة مغلية وبحط السكينة فيها وانشفها، وبعد كده اقطع علشان اقدر ان انا اقطعها قطعة مظبوطة ما تتكسرش مني، لازم السكينة تخش في مية سخنة الاول. وده شكلها رهيبه، هي بتيجي تقطعها كده بتبقى سكينه سخنه فبتنزل بالشوكولاته على الكريمه وتخلي الكريمه فيها كده لحواسه شوكولاته، وده شكلها التقليدي يعني. ومش عايزه اقول لكم قد ايه طعمها غني ورهيب. بغض النظر بقى عن الدايت، احنا نوزع قرص على الدايت طبعا لانه مفيش مجال خلاص كده للدايت في الوصفه دي، بس فعلا طعمها حلو قوي. قطعه واحده منها في الاسبوع هتكون كفايه جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، الكريمه شكلها فظيع. انا مش هعرف اوصف الطعم لان اصلا وهي سخنة انا كنت عمالة اكل منها، يمكن تقريبا الحتة اللي كانت ناقصة دي انا كلتها اساسا من كتر ما طعمها حلو وريحتها رهيبة. ريحة اللبن البودرة والحليب المحلى المكثف كانت فظيعة لما تحطوا الاثنين مع بعض على النار كده، خليط رهيب بصراحة وسهل كمان، تاخدش وقت يعني وبسيطة جدا. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.